أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين. وإذا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه إليّ
أَسْمِعْهُما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.